السلام عليكم حبوباتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نديروا قريشلات ديال عاشوره، غنديروا قريشلات ديال عاشوره الحلوين. هنا كنحتاجوا لهم، عندي هنايا واحد كاس ديال سنيده مع مرش، واحد كاس ديال الزيت هو مع مرش، زوج ديال البيضات، عندي هنايا شويه نص كاس، ماشي نص كاس، ربع او نص كاس ديال الزنجلان. هنا عندي معلقه كبيره مخلطه ما بين نافع وحبه حلاوه. هنا عندي الماء زهر، هذا غيكون هنا ربع كاس. عندي قبصه ديال الملحه وفانيا وخماره والدقيق من طبيعه الحال. هنا تقريبا عندي شي 400 غرام، وغادي نشوف من بعد شحال غادي يدخل ليا. دابا ان شاء الله ندوزو الطريقه على بركه الله. غادي نضيف الزنجلان، حبه حلاوه والنافع، قبيصه ديال الملحه. صراحه راه المقادير بساط ولكن راه كيجيو رائعين وكيجيو مقرمشين. سنيده، ندير هنايا فاني، الزهر، صافي. غنجمع هاد المكونات مزيان، نخلطهم دائما. البنات كنخلطو غير بصباعنا، غير هكا. دابا غادي نضيف الزيت، غنبقى نخلط حتى يتجانس لينا الخليط. كاين البنات اللي كيضيف الحليب، كيزيد نص كاس د الماء. انا هذه هي طريقتي وكيعطيني نتيجه زوينه. صافي دابا غنبدا نضيف الدقيق، وما كنديرش البنات الزبده. نضيف بشويه بشويه، وغنضيف البنات الخمارة. صافي البنات غنبقى هكايا نخلط ونضيف الدقيق بشويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه ديالي.
صافي البنات، ها هي العجينه ديالي تجمعات، هانتوما دخلت ليا البنات 400 غرام هذاك الطحين، وزدت واحد جوج معالق كبار، 400 غرام وجوج معالق كبار. مهم راه على حسب الدقيق اللي عندكم، حيت كل دقيق وكي داير، كل دقيق واش كيتشرب. صافي ها العجينه ديالي تجمعات ليا. صافي دابا غنديرها في واحد البلاستيك، ونخليها على ما نجمع المكان ديالي ونقادو. صافي على ما نجمع هنايا ونرجع معكم. هانتوما البنات دابا كناخد كميه ديال العجينه من هنا. انا راه بديت درت حليبلات قبل، غنوريكم هانتوما شويه كمان. صافي كنبقى ندير حربول، نبقى غاده حتى نكون حربول. راه العجينه صراحه راه هي هذيك مقاسها ما خفيفه. صافي نبقى ندير في الحربول ديال هكا. تنكون حريبيل هانتوما، غنوريكم بهذا الشكل. وغنبدا نستشفهم في اللاطا على هذا الشكل هذا. ندير واحد حدا واحد، واحد حدا واحد، وانا كنحط في الحرابل ديالي. صافي غنخرج ندير عاوتاني واحد اخر. ديما البنات العجينه في البلاستيكه باش ما تبقى صحش تبقى تشقق ليها دائما هكا. انا كندير لها هكا غير باش تساعدني طوال. صافي هي كيتكون لينا الحربول، صراحة راه ساهلين، مقادير ساهلة بزاف واقتصادية، وحتى الطريقة سهلة وكيجيو مقرمشين البنات. صافي نعاود واحد اخر معاكم عاوتاني. بسم الله كبيرة هادي. نغطي هادو كتشوفوني البنات راه كنطول، راه كنبغي نشرح مزيان حتى مسكينه اللي الله مبتدئه يلا باديه. نعطيوها الطريقه كامله. صافي البنات غنبقى مستمره هكا. هانتوما البنات غنبقى مستمره هكا حتى نسالي اللاطه ديالي ونرجع معكم. صافي هذه البنات، هذه هي الكميه
اللي خرجت ليا ها هي الطاوه ديالي. دابا غادي نحاول نبدا نقطعهم بهاد الجراره اولا الموس اولا اللي عندكم. المهم نديرهم صغيورين. الطريقه البنات كتجي ساهله ولا بدا كتلصق لكم البنات خشيوه الطحين. صافي غنمشي هكا نحاول نلصقهم. وانتوما كتحكموا البنات في القياس اللي بغيتو. صافي البنات غنبقى مستمره هكايا حتى نقطعهم كاملين. صافي البنات انا قطعتهم وغادي ندير لهم شويه ديال الزنجلان من الفوق، هذه كاضافه اللي ما بغاش اصلا الزنجلان راه فيها الوسط غير هكذا كاضافه وصافي. الزنجلان البنات من طبيعه الحال راه منقي وموصول، ميكونش فيه حجر. صافي كإضافة هكا. ودابا غادي ندخلها للفرن نديرها نديرلها العافية من تحت، طيب ليها من تحت منين نحس بها تحمرات من جنيبات صافي غنشعل عليها من الفوق. وأصلا ما كديش الوقت بزاف، واحد 10 دقائق. وها هما البنات القريشلات ديالي، يلا خرجتهم دابا من الفران. صراحة باقيين سخان 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 بزاف، بغيت غير نوريكم سخونة كيفاش كيجيو. هانتوما راه دغيا كيتفكو، صراحة سخان. غنخليها البنات تتبرد وعاد غنبدا نفككها ونوريكم النتيجة النهائية. وكان هذا هو الشكل النهائي البنات ديال القريشلات الحلوين ديالنا. هانتوما كي كتشوفوا صراحه كيجيو مقرمشين ومحمرين. هانتوما البنات هانتوما ولداد في المذاق من طبيعه الحال. ولا عجبكم البنات لا فيديو ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس، وديما البنات لايك لايك لايك، وكنشكركم على التفاعل ديالكم.